مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن النهارده مش هقدر اقول الكلمه اللي انا كنت دايما بقولها، وحلقه جديده من كلام تاني. هقول اخر حلقه ليا في كلام تاني. يعني طبعا اللحظه دي من اللحظات الصعبه جدا عليا، لكن اللي مخليني يعني عندي طاقة كبيرة جدا وجاي أتكلم بيها مع حضراتكم النهاردة. هكلم معاكم في حاجات كتيرة جدا، بس عايزة أقول إن طبعا هقول لحضراتكم أنا هسيب بيتي العزيز دريم علشان هروح بيتي الأول التلفزيون المصري، ويمكن أنا جيت من التلفزيون المصري على دريم وهغادر دريم عشان أروح التلفزيون المصري. طبعا يعني مش عايزة أقول لحضراتكم أن هذا المبنى العريق يعني يحظى بمكانة خاصة في قلوبنا كلنا كمصريين، مش بس كإعلاميين. والحقيقة أنا بعتبر أن العمل في هذا المبنى العظيم هو شرف كبير لأي إعلامي مصري. طبعا سأتشرف بتقديم البرنامج الرئيسي مصر النهاردة على شاشة التلفزيون المصري مع الزميل العزيز الأستاذ خيري رمضان. والحقيقة الأستاذ خيري رمضان من الشخصيات الإعلامية المحترمة جدا، شرف ليا أن أكون بصحبة هذا الزميل المحترم في هذا المبنى العريق جدا، واللي الحقيقة له تاريخ كبير كلنا بنفخر بيه وإحنا جينا منه. يعني معظم الإعلاميين اللي حضراتكم بتشوفوهم على الشاشة هم أبناء لهذا المبنى. هذا المبنى صاحب فضل كبير علينا جميعا، اتعلمنا فيه، خدنا خبرات فيه، يمكن طلعنا كل واحد فينا بره علشان ياخد طريقه أو يحقق حلم أو يدور على فرصة، لكن ظلت المكانة الكبيرة اللي بيحظى بها هذا المبنى في قلوبنا كلنا كإعلاميين، وبالتالي العمل في التلفزيون المصري هو شرف كبير. الحقيقة هذا المبنى به عدد كبير جدا من الزملاء المحترمين للغاية. هذا المبنى يحتاج إلى دعمنا جميعا. أنا أعتقد أن حرص المؤسسات الوطنية في هذه الدولة على يعني الاهتمام الكبير بمسبيره الآن، وكل المشكلات اللي كان بيواجهها بيتم البحث عن حلول لها. خليني أقول لحضراتكم بصراحة، هذا المبنى ظلم كثيرا. ناس كثيرة جدا كانت واخدة صورة نمطية وذهنية عن هذا المبنى، إن هو المبنى اللي فيه عمالة كثيرة جدا، اللي فيه تضخم، اللي بيحمل الدولة أعباء. الحقيقة كل هذا الكلام هو كلام لم يختبر من الناحية الصحيحة، لأن أنا مثلا بتشرف إن أنا موجودة في لجنة الإصلاح المؤسسي والهيكلي في المجلس الأعلى للإعلام. الحقيقة إن الأرقام بتقول إن مش بالخسائر اللي الناس بتتكلم عنها، لأن لو تقارنوا ما يحدث في التلفزيون بالإنفاق الكبير في القنوات الخاصة، الإعلام عادة حاجة ما بتكسبش. يعني مهنة الإعلام أو القنوات الخاصة ما بتكسبش. يعني اللي يقول إن أنا إعلامي بيكسب يبقى يعني ده غير صحيح من الناحية الموضوعية، لأن معظم القنوات بتحقق خسائر كبيرة جدا، ويعني الإنفاق متفاوت. بغض النظر عن هذه التفاصيل، أنا عايزة أقول إن خطة التطوير الخاصة بمسبيرو من خلال الاجتماعات اللي تم عقدها مع المسؤولين كلها بتركز على فكرة استعادة الدور الوطني لهذا المبنى، والتأكيد على رسالة هذا المبنى الحقيقي، وهو أنه إعلام الدولة. والدولة دي بكل الناس اللي فيها، بالحكومة وبالشعب وبالنظام وبكل الناس. يعني كل الناس ليها حق في هذا المكان. يعني حضراتكم وألمكم وطموحاتكم والتحديات اللي بتقابلكم لازم تكون موجودة. السلطة ونشاطها أو النظام أو الرئيس ونشاطه يبقى موجود، الحكومة وتحركاتها تبقى موجودة، الأصوات اللي لها تحفظات واللي بتسمى بالمعارضة في أي دولة أو في أي نظام لابد أيضا أن تتاح لها الفرصة على شاشة التلفزيون الوطني. هو بتسمى كده، التلفزيون الوطني للدولة، والدولة تعني أننا كلنا. عايزة أقول أن يعني أنا منتظرة دعوات حضراتكم ليا في هذه اللحظات، أن إن شاء الله تكون يعني بإذن الله أكون عند حسن ظن الأساتذة والقيادات المحترمة اللي اختارتني لهذا الشرف الكبير.